في الحقيقة امبارح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عقد مؤتمر صحفي في مستشفى الصحة في مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان. المؤتمر ده كان بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل الإعلان عن النتائج الخاصة بتحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة والإعلان أيضا عن كشف حقيقة الحالات المرضية اللي ظهرت مؤخرا في أسوان وتقديم تطمينات للشعب المصري وأيضا لأبناء محافظة أسوان عن الوضع الحالي. معنا دلوقتي عبر الهاتف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا فندم وألف سلام على أهل أسوان. صباح الخير يا فندم، ويعني بنطمنكم إن شاء الله وأهل أسوان بيصبحوا على مصر كلها. صباح الفل يا فندم. يعني في البداية حابين نطمن عن سبب النزلات المعوية اللي ظهرت، سببها إيه وأماكن تركزها كانت إيه كمان، وهل في تسجيل لحالات جديدة؟ يعني الحقيقة الفترة اللي فاتت يعني شهدت أسوان تركز الحالات دي في منطقتين محددتين في أسوان، هي منطقة أبو الريش ومنطقة دراب. والسبب طبقا يعني بعد الحقيقه ما اتمت وزاره الصحه كل اجراءاتها واللجان الفنيه المتخصصه درست الموضوع، والحقيقه يمكن ده السبب اللي اخر موضوع الاعلان شويه، عشان يعني زي ما احنا متعودين من بدء هذه الحكومه الشفافيه الكامله مع المواطن المصري. فكان بنأكد النتائج، والحقيقة ظهرت النتائج إن هاتان القريتان يتم ليس فيهم صرف صحي أو ليس فيهم مشروع صرف صحي، ويتم الصرف فيهم بنظام الأوبن بيتس أو الترانشات. فنتيجة لأن يعني بعض المواطنين تكاسلوا في نزح البيارات أو الترانشات الخاصة بهم، فده أدى إلى اختلاط جزء من مياه الصرف الصحي مع الوصلات المنزلية اللي أقامها بعض المواطنين بطريقة غير هندسية، مما أدى إلى حدوث هذه النزلات المعوية في هاتين القريتين. تمام. طب سيادة المحافظ، انتشر أيضا كلام عن دخول مصرف كيما أو دخول مياهه في إحدى هاتين المنطقتين وتأثر أهالي المنطقة بمياه المصرف، يعني صحة هذه المعلومة من خطأها يا فندم؟ يعني خليني أكد لحضرتك يا أستاذ مصطفى إن المصرف كيما ده بيتم الصرف فيه على محطة مخصصة، وفي عندنا ثلاث محطات لشركة كيما، محطة كيما واحد وكيما اثنين وكيما ثلاثة، والحقيقة يعني ده تم إنشائهم بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الشباب المنطقة بالضبط فندم في 2015، وطلب أحد الشباب منه يعني السيطرة على الصرف الصناعي من هذه من اللي بيطلع من مصنع كيما، فتم إنشاء هذه المحطات، وهذه المحطات بتتميز بنظام المعالجة الثلاثية. والمعالجة الثلاثية أنا عايز أقول لحضرتك يعني دايما التحاليل اللي بتعرض علينا واللي احنا بنشوفها واللي بتقوم بيها جهات محايدة زي وزارة الصحة وزي وزارة البيئة، النتائج اللي خارجة أو بنسميه كتيب اللي خارج من نتاج هذه المحطات هي مطابق تماما للمواصفات. وعايز أقول لحضرتك هي في الحد الأدنى كمان من المواصفات، النتائج أنا بشوفها بنفسي. يعني إذا كنا بنتكلم عن ليميت 5 مثلا، احنا اللي بيطلع من المصرف في حدود واحد مثلا على سبيل المثال يعني، ولكافه النواتج المختلفه. فانا بطمن اهالينا ان ناتج مصنع كيما يعني او اللي خارج من مصنع كيما بيتم معالجته صناعيا بطريقه جيده جدا. بالاضافه الى ان هذا المصرف يعني المسافه بينه وبين ماخذ محطه الميه اللي كانت بتغذي قريه ابو الريش بالذات، ودي برضه نقطة لازم توضح للسادة المشاهدين، إن المحطات المية اللي بتغذي هاتين القريتين منفصلتين تماما، ده في جزء وده في جزء تاني خالص، يعني ما فيش صحة للإشاعة دي تماما. بالظبط بالظبط. فإحنا بنتكلم على ملوش علاقة كيما بالموضوع. أي فقط المسافة حوالي 25 كيلو تقريبا. تمام يا فندم. طب سيادة المحافظ، طمنا على الوضع دلوقتي بالنسبة للمرضى اللي توجهوا للمستشفيات، أخبارهم إيه؟ إزاي تم معالجة الوضع واحتواء الأزمة سريعا؟
يعني الحقيقه الفور حدوث يعني او رصدنا لتزايد هذه الحالات، يعني تواصلنا مع وزاره الصحه، والحقيقه الدكتور خالد عبد الغفار ارسل مجموعات عمل قامت على يعني اشتغلت الحقيقه في المحافظه على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاولاني هو محور المستشفيات. محور المستشفيات تم مراجعه جميع المستشفيات، تم مراجعه بروتوكولات العلاج للمرضى بواسطه الاستشاريين، ويمكن كان كذا فيديو كونفرنس تم مع الاطباء اللي بيقوموا بعلاج المرضى مع استشاريين من القاهره لتوحيد المفاهيم وتوحيد بروتوكول العلاج للمرضى، وطبعا مراجعه احتياجات المستشفيات بالكامل وتوفيرها. ده كان المحور الاول اللي قامت بيه الحقيقه لجان وزاره الصحه. المحور الثاني كان المرور على المنازل المصابه واخذ العينات ومقابله الاهالي وعمل الدراسه اللي نتج اللي تم اظهار نتائجها في المؤتمر الصحفي امبارح. ثم المحور الاخير هو مراجعه جميع محطات المياه الموجوده في المحافظه. والنهارده الحمد لله احنا بنتكلم على يعني برضه عشان نطمن يعني الساده المشاهدين، احنا بنتكلم من بدء الحالات لحد الان اجمالي اللي تم حجزه في جميع مستشفيات اسوان 168 حاله. خرج منهم حتى الان 50 حاله، وبنتكلم في حوالي المتبقي في حدود حوالي 114، واحنا عدينا عليهم امبارح يعني انا وسياده الوزير خالد عبد الغفار، ويعني كانت الحالات جميعها مطمئنه، وان شاء الله في خلال يوم او اثنين يعني معظم الحالات هتغادر المستشفيات ان شاء الله. يا رب الف سلام عليهم. طيب يا فندم، يعني وحضرتك كنت بتتابع الموقف ده وهذه القصه تحديدا، يعني ما جاش في تفسير ان احنا نقول للناس ان الناس بتقول الحرب في السودان او تلوث المياه او ما ياتينا من الجنوب هو السبب؟ طب ازاي يبقى هو السبب ويبقى في تركز للحالات في قريتين بس؟ يعني مفروض ان المياه على ضفتي النهر هيتاثروا، ومش بس اسوان، اسوان ثم الاقصر ثم باقي المحافظات، يعني ايه في امتداد الشمال. تعليق حضرتك. يعني انا بس عايز اوضح حاجه، احنا محافظه اسوان حقيقه ومياه نهر النيل الفترة اللي فاتت تعرضت لهجوم حاد جدا من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة كانت يعني معظم يعني كل هذه الأمور خالية تماما أو عارية تماما من أي صحة على أرض الواقع. خلينا أؤكد لحضراتكم للسادة المشاهدين أن نهر النيل بيتم مراقبة مياهه بواسطة سبع جهات رقابية في مصر. عظيم. يعني على سبيل المثال وزارة الصحة تاخد عينات، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، هيئة السد العالي، يعني أنا أقصد إن مجموعات لو جهة أخفقت في مليون جهة تانية وراها بالضبط بتقوم تماما بمراقبة نهر النيل والتأكد من مياه. الحاجة الثانية اللي أنا بحب أكدها، يعني مياه نهر النيل بالنسبة لمصر معناها الحياة، فغير وارد على الإطلاق إن نسمح بحاجة يعني تحدث ولا نتخذ إجراءاتنا، أو على الأقل هيكون في شفافية زي ما احنا قلنا في بداية المداخلة، شفافية مطلقة مع المواطن، ولازم نعلم يعني احنا. طب ليه تأخر الرد يا فندم؟ معلش برضه بين قوسين. أيوه فندم. لماذا تأخر الرد؟ برضه الناس كانت يا فندم يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، حضرتك لما بتروح لطبيب وبتشكو من أي شكوى. تمام. أول حاجة الطبيب بيقول لحضرتك اعمل تحاليل. صحيح. ثم تعود مرة أخرى، وممكن التحاليل دي ما تبقاش واضحة، يقول لحضرتك لا أكد لي التحليل ده بحاجة تانية قبل ما يقول لحضرتك التشخيص. هو ده اللي تم فعلا الفترة اللي فاتت. يعني ما كناش عارفين نشخص الحالة كويس. بالظبط كده يا فندم، يعني أنت حضرتك متخيل إحنا بنتعامل مع في النهاية بني آدم بشري. البني آدم ده ممكن يتناول طعام في مكان، ممكن يشرب مية من مكان، ممكن يعني المواضيع بتبقى معقدة جدا عشان نوصل في النهاية للحاجة الحقيقية. وكان مهم جدا ان احنا نأكد ان الميكروبات او نوع الميكروب اللي موجود مع او في المرضى هو نفسه نوع الميكروب اللي تم رصده في يعني الاوبن بيتس او الترانشات او داخل المنازل المصابه. فهو ده اللي اخر فقط الاعلان للمصداقيه والشفافيه مع المواطن.
سيادة المحافظ احنا بنشكرك على الشفافية والمتابعة المستمرة طبعا، وتقديم البيانات بطريقة دقيقة للمواطنين ولينا كمان عبر صباح الخير يا مصر. كل الشكر ليك سيادة اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.